السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب صف خامس الأعزاء. موعدنا مع درس من دروس مادة لغة الجميلة مع درس المعطوف. معكم الأستاذ هيثم محمد عبد القادر، فعلى بركة الله نبدأ درسنا. أهداف الدرس: تعرف الاسم المعطوف بالعلامات الأصلية والفرعية. استعمال الاسم المعطوف بالعلامات الأصلية والفرعية. اقرأ هذا المثال جيدا. أتقن النجار والحداد عملهما. سوف تجد أن هذه الجملة جملة فعلية، بدأت بالفعل أتقن. كلمة النجار فاعل، والانتقام الفعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الواو درسناها سابقا، هي حرف عطف. فماذا تكون كلمة الحداد؟ هذا ما سنعرفه اليوم. كلمة الحداد تسمى معطوفا. إذن لدي أسلوب يسمى أسلوب العطف. حرف العطف هنا في الوسط، ما قبله يسمى المعطوف عليه ويعرف حسب موقعه في الجملة. هنا يعرف فاعل. ما بعد حرف العطف المعطوف. كيف يعرب المعطوف؟ يعرب المعطوف على حسب إعراب المعطوف عليه. هنا المعطوف عليه فاعل مرفوع بالضمة، هنا المعطوف مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضم. حروف العطف، حروف العطف درستها سابقا ولها معاني محددة. المطلوب منك معرفة ثلاثة حروف حاليا: الواو والفاء وثم. انظر إلى هذه الأمثلة جيدا ونستخدم معا حروف العطف، نربط بين الكلمات، نربط بين الكلمة في الجملة. المثال الأول: أحب الفاكهة نقط الخضروات. ممتاز، أحب الفاكهة والخضروات، استخدمت حرف العطف الواو. المثال الثاني: رمى اللاعب الكرة فراغ أمسكها الحارس. سوف أستخدم، أحسنتم يا شباب، حرف العطف الفاء. يذهب خالد إلى المدرسة فراغ النادي. سوف أستخدم حرف العطف ثم. نسمي هذه الحروف حروف عطف ولها معاني مختلفة. الواو تدل على المشاركة، أي أن الاثنين اشتركا في نفس الشيء. أحب الفاكهة والخضروات، الفاكهة والخضروات اشتركا في نفس الحب وهو المحبة. رمى اللاعب الكرة فأمسكها الحارس. هنا الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب، التعقيب أي السرعة، أي أن اللاعب رمى الكرة والحارس أمسكها بسرعة، بعدها بسرعة. يذهب خالد إلى المدرسة ثم النادي، ثم في الترتيب مع التراخي، أي هناك فترة زمنية. الواو مثلما قلنا تدل على المشاركة، الفاء تدل على المشاركة مع الترتيب والتعقيب، التعقيب أي السرعة، ثم تدل على المشاركة مع الترتيب والتراخي. إذا قلت حضر محمد وعلي، أي جاء مع بعضهما في نفس الوقت. حضر محمد فعلي، يبقى علي جاء بعده بسرعة، فترة بسيطة. حضر محمد ثم علي، أي علي جاء بعده بفترة، بمدة زمنية، بعد فترة. انظر إلى هذا المثال: كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة. ثم حرف عطف، الأمثلة المعطوف عليه ويعرب حسب موقعه، هنا تعرب مفعول بنصب الفتحة. القاعدة معطوف، ولاحظ أنه منصوب، لأن المعطوف عليه منصوب. إذن يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحالة الإعرابية. إذا كان المعطوف عليه مرفوعا يصبح المعطوف مرفوعا، منصوبا منصوبا، مجرورا مجرورا، وهكذا. انظر إلى هذا الجدول لكي نتبين ونستخرج منه المعطوف عليه، حرف العطف المعطوف، نوع المعطوف. المثال الأول محلول: يجتهد العلماء والأطباء في أبحاثهم. المعطوف عليه العلماء، حرف العطف الواو، المعطوف الأطباء، نوعه جمع تكسير. المثال الثاني:
كان الشاب طفلا ثم صبيا. المعطوف طفلا، حرف العطف ثم، معطوف عليه طفلا، المعطوف عليه طفلا، حرف العطف ثم، المعطوف صبيا. نوع المعطوف مفرد. المثال الثالث: تصدق الغني على الطفلين والرجلين. المعطوف عليه الطفلين، حرف العطف الواو، المعطوف الرجلين، نوع المعطوف مثنى. لاحظ هنا العلماء فعل مرفوع بالضمة، الأطباء معطوف مرفوع بالضمة، مرفوع مرفوع. هنا طفلا خبر كان منصوب بالفتحة، صبيا معطوف منصوب بالفتحة، الطفلين اسم مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى، الرجلين معطوف مجرور علامة جره، علامة جره الياء لأنه مثنى. تحدث في اللقاء رئيس المنظمة فالمهتمون بالاختراعات. المعطوف عليه رئيس، حرف العطف الفاء، المعطوف فالمهتمون، نوع المعطوف جمع مذكر سالم. على الناس جميعهم أن يعرفوا حقوقهم ثم مسؤولياتهم. المعطوف عليه حقوقهم، حرف العطف ثم، المعطوف مسؤولياتهم، نوع المعطوف جمع مؤنث سالم. هنا هناك فكرة لابد أن ننتبه إليها، حقوقهم المعطوف عليه أن يعرب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، مسؤولياتهم معطوف منصوب وعلامة نصبه الكسرة. فيسأل سائل، الإعراب اختلف، أقول له لا لم يختلف، اختلفت الحركة فقط، لكن الإعراب نفس الإعراب، هنا منصوب وهنا أيضا إيه منصوب. كان فواز جالسا إلى العشاء يتحدث إلى إخوته وأبيه. المعطوف عليه إخوته، حرف العطف الواو، المعطوف أبيه، نوع المعطوف اسم من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. سوف نستعرض الموقع الإعرابي لكل من المعطوف عليه والمعطوف بالأمثلة السابقة. هنا محلول العلماء، موقع الإعراب الفاعل، معطوف الأطباء، الحال الإعرابية المعطوف علامتها مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كلمة طفلا موقعها الإعرابي خبر كان، المعطوف صبيا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الطفلين المثال الثالث اسم مجرور، المعطوف الرجلين مجرور وعلامة جره الياء. فائدة: الموقع الإعرابي للاسم يقصد به وظيفته في الجملة، مبتدأ أو خبر أو فاعل ومفعول به. حالته الإعرابية يقصد بها الرفع والنصب والجر، العلامة هي الضمة الفتحة الكسر الواو الألف الياء إلى آخره. المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية في الرفع والنصب والجر. هناك في الأمثلة السابقة معطوف أعرب بعلامات أصلية مثل الأطباء، ومعطوف أعرب بعلامات فرعية مثل مسؤولياتهم. هناك أيضا كلمة صبيا أعربت بعلامات أصلية لأنها مفرد، كلمة الرجلين بعلامات أعربت بعلامة فرعية لأنها مثنى، المهتمون أعربت بعلامة فرعية لأنها جمع مذكر سالم. نستنتج يا أبطال أن العطف هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف، ويسمى ما قبله، ما قبل حرف العطف المعطوف عليه، وما بعده، ما بعد حرف العطف المعطوف، من حروف العطف الواو الفاء ثم. يتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. أملأ الفراغات في الجمل الآتية بحرف عطف مناسب. قطع الإشارة يتلف الأرواح، فراغ الأموال،
والأموال. قدم الحسن فراغ الحسين فالحسين. نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير ثم الصغير. الجهل يسبب المرض والفقر. انظر إلى هذا الجدول، أعين المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف في كل جملة مما يأتي. الجملة: يتعاون الأب والأم في تربية الأبناء. هنا حرف العطف، ما قبله معطوفا عليه، ما بعده معطوف. المعطوف عليه الأب، حرف العطف الواو. المعطوف الأم، ولاحظ الأب مرفوع، الأم أيضا مرفوع. تقدم بلادنا خدمات عظيمة للحجاج والمعتمرين. المعطوف عليه للحجاج، مجرور، حرف العطف الواو. المعطوف المعتمرين. هنا يسأل سائل، المعطوف عليه مجرور بالكسرة والمعطوف مجرور بالياء، هل اختلف الإعراب؟ فأقول له لم يختلف الإعراب، اختلفت الحركة فقط، لأن الحجاج جمع تكسير مجرور بالكسرة، والمعتمرين جمع مذكر سالم مجرور بالياء، لكن هذا مجرور وهذا مجرور. أهم شيء أن يتبعه في حالات الإعرابية، إذا كان المعطوف عليه مجرورا يصبح المعطوف مجرورا، مرفوعا مرفوعا، منصوبا منصوبا، وهكذا. العمل المنظم يبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ. المعطوف عليه بالتخطيط، حرف العطف ثم المعطوف التنفيذ. تسلم أخوك فصديقاك الجائزة. المعطوف عليه أخوك، حرف العطف الفاء، المعطوف صديقاك. السؤال الثالث: أملأ الفراغ حسب المطلوب بين القوسين. دخل الطلاب ثم يريد جمع مذكر سالم، ويريد جمع مذكر سالم. انتبه معي، الطلاب فاعل مرفوع، إذا سوف تأتي بجمع مذكر سالم آخره واو ونون، مرفوع أيضا. ثم المعلمون. كرمت قائدة المدرسة المعلمة، ويريد مثنى. المعطوف عليه المعلمة مفعول منصوب بالفتحة، إذا سوف تأتي بمثنى آخره ياء ونون، منصوب. كرمت قائدة المدرسة المعلمة والطالبتين. أشرف المعلم وفراغ على تنظيم الحفل الختامي. هذه الأسماء الخمسة، طبعا المعطوف عليه مرفوع، سوف تأتي باسم الأسماء الخمسة مرفوع أيضا. أشرف المعلم وأخوه على تنظيم الحفل. سلم الأطفال على الأمهات فجمع مؤنث سالم، على الأمهات فالمعلمات. هنا أجعل كل كلمة مما يأتي معطوفا في جملة من إنشائي. كلمة الصلاة: أحرص على تلاوة القرآن والصلاة. كلمة أخوك: جاء أبوك وأخوك. كلمة لعبة: اشتريت كتابا ولعبة. لاحظ أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. الواجب المنزلي حل هذه الصفحة وإرسال الإجابات على الخاص. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.